هلا لاحظوا السيستم صار في له 2 انبوتس. خلينا اول شيء نتطلع على A. فالمعادله اللي شفناها هناك تساوي راح احط AX هات ماينس ال سي اكس هات مظبوط زائد بي يو. راح اشيل الام ولا نخلي الام؟ هاي راح اخلي الام هون وهي ام وهي ام. وايش عندي بعدين؟ زائد ال واي. هلا نتطلع على هاي، هاي مش بقدر اطلعها برا اي ماينس ال سي، فهاي بتصير اي ام ماينس ال سي مضروبين في اكس هات زائد خلي هلا بي ام ويو. هلا بنيجيها. شو صارت الاي الجديده؟ اي ام ماينس ال سي. اي ام اي ماينس ال سي. اوكي، شو كانت الاي الجديده بالكنترولر؟ متذكرين؟ اي ماينس بي كي، اي ماينس بي في كي، هون اي ماينس ال في سي، والاثنين راح يعطوني ان باي ان. لاحظ بي كي ايش راح يعطيني؟ هاي بي وهي كي، ايش راح يعطيني؟ هذا ان باي 1 وهذا 1 باي ان، راح يعطيني ان باي ان. هاي كي وهي بي. ال وسي، ال وسي، ان باي 1 1 باي ان، هاي ال هاي سي، هذا ايش راح يعطيني؟ اذا الدايمنشن تبعته صحيحه عشان اطرحه من ايش الايجن فاليوز؟ الايجن فاليوز الجديده صارت تبعت الاوبزرفر. الايجن فاليوز تبعت الاوبزرفر مقارب الايجن فاليوز القديمه او البولز الجديده هي الايجن فاليوز تبعت اي ماينس ال سي. هاي بدي اياها تكون اسرع من الكنترولر، فما راح اركب في النهايه كنترولر، انا ما راح اعمل اوبزرفر لحاله، احنا في النهايه راح نركب اوبزرفر وكنترولر. الاوبزرفر هدفه يطلع لي الاكس يعمل اوبزرفيشن، وهدول الاكسز راح احطهم ادخلهم على اخذ منهم اضربهم في كي عشان اطلع الكنترولر. مين بده يكون اسرع؟ الاوبزرفر. شو يعني اسرع بالاس بلين؟ اذا طلعنا على الاس بلين اسرع يعني الفريكونسي تبعته اعلى، فريكونسي تبعته اعلى يعني الريل بارت بده يكون اكبر، يعني بده يكون ابعد عن. فالاوبزرفر بده يكون البولز تبعته هون، الكنترولر بده يكون تبعته هون. 2 الى 10 2 to 10 times faster. اذا هاي حتى تفهمها بشكل كويس فكر بالترانسديوسر. مش هذا نوع من الترانسديوسر الاوبزرفر؟ بس اتس ان انتليجنت ترانسديوسر. شو بيعمل عماله؟ عماله بحاول يستخرج لي اكس اندايركتلي، ما راح اس دايركت اكس دايركتلي، استنتج اكس من قيم يو واي، عم براقب يو واي وعنده موديل وعم بضل يعدل لحد ما طلع. الترانسديوسر مش لازم تكون اسرع من البلانت اللي عماله بحاول يتحكم فيها. إذن هذا بالنسبة ل A minus L C.